يعزمك. اكيد مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا اللي انضم لنا في استديو دوحه الجميع، الدكتور سيف محمد الكواري، استاذ مساعد في كليه العلوم والهندسه بجامعه حمد بن خليفه. دكتور اهلا وسهلا فيك معنا اليوم. حياك الله دكتور، يا مرحبتين متشرفين فيك. لكن في البدايه احنا يمكن اسئلتنا دائما نطرحها سريع علي، حتى لان عندنا ضيوف صراحه كثر يوميا ودائما ينورونا في الاستديو. لكن في البدايه دكتور لو تكلمنا عن تعطينا فكره عن جامعه حمد بن خليفه وعن كليه العلوم والهندسه وما هو تطويرها في المجال البحثي في دوله قطر. يعطيكم العافيه. اول شيء شكرا على الاستضافه ويسعدني اكون معاكم اليوم. طبعا جامعه حمد بن خليفه جامعه تاسست سنه 2010 وكانت من التاسيس رؤيتها واهدافها واضحين التركيز على البحث العلمي وتطوير الاساليب العلميه الحديثه في التدريس وفي البحث وانشاء الجيل الجديد. كان من البداية موقعها في المدينة التعليمية ما كان تنافسي قد ما هو تكاملي، يعني احنا كان في المدينة التعليمية لو شفت الجامعات اللي موجودة اغلبها تطرح برامج بكالوريوس، فيات جامعة حمد بن خليفة من ناحية تكميلية فطرحت برامج ماجستير ودكتور، فالطلاب اللي يتخرجون من الجامعات التعليميه ومن جامعه قطر والجامعات الثانيه يحصلون فرصه يكملون دراسات العليا في جامعه قطر، وما قصرت الدوله. هذه طبعا فرصه كبيره حق طلابنا. قبل كان يعني قبل جامعه حمد الخليفه وحتى يعني قبل هالفتره كان الطريقه الوحيده ان واحد يكمل دراسات عليا يعني تطلع برا، فالحين خلاص صارت عندك موجوده الجامعه في بلادك وممكن تكمل، واسلوب يعني المحاضرات واسلوب البحث يعني مصمم على انه يتماشى مع ظروف، يعني اغلب طلابنا حتى يشتغلون يعني فيشتغلون الفتره الصباحيه وفتره العصر وبعد الظهر يكملون عندنا المحاضرات والابحاث وكذا. نعم. ممكن دكتور اللي بتكلم عنه والسؤال اللي حاب انك تجاوبني عليه عن دور الجامعه في تعزيز المجال البحثي خاصه في دوله قطر. طبعا مثل ما قلنا هي من التاسيس كان هدفها تعزيز البحث العلمي. البحث العلمي هو يعني مثل ما نعرفه هو اساس تقدم الدول. فمن هنا جاءت فكره ان ناسس جامعه وطنيه تعزز هالدور هذه، ومننا نبني جيل ممكن يعني ان شاء الله عقب يرتقي بالدوله. فصار التركيز على هالموضوع هاي، وانضمت بعدين المراكز البحثيه اللي اصلا كانت موجوده قبل جامعه حمد بن خليفه، صار جزء من الجامعه، فصارت مؤسسه بحثيه من تقريبا من الطراز الاول، يعني حتى الحين التصنيفات اغلب التصنيفات العالميه قاموا يشوفون جامعه حمد بن خليفه كمن في المراكز المتقدمه بسبه الاهتمام هذه، وانا اشوف اكبر شيء يعني اكبر شيء اهتموا فيه الجامعه هو توفير البيئه الصحيه للبحث. يعني احنا كدكاتره وكطلاب لما توفر عندنا بيئه صحيه ودعم من الاداره على الابداع والابتكار نبتدي ننطلق يعني، وهاي الحمد لله اللي حصلناه في الجامعه من اول يوم يعني. نعم دكتور، ايضا تركزون دائما على البرامج البحثيه، يعني ما هي المشاريع اللي دائما تركزون عليها؟ هل هناك ايضا يعني طلبات من الدوله لهذه المشاريع البحثيه حتى ايضا الخريجين يتخرجون في تخصص معين مطلوب من الدوله، ام هناك بعض المشاريع المختاره من قبل جامعه حمد بن خليفه؟ طبعا الاثنين، احنا عندنا في تخصصات اصيله، يعني هذه الجامعه بنت علشان تتبنى هالتخصصات هذه، وهذه كلها مبنيه على دراسات مسبقه على الاحتياجات احتياجات الدوله بشكل خاص واحتياجات العالم بشكل عام، يعني العالم والدوله يواجهون تحديات كبيره، فدور البحث العلمي يبرز في يعني معالجه هالتحديات. وفي نفس الوقت احنا يعني طريقه الابحاث اللي نشتغل فيها وطريقه البرامج اللي نطرحها فيها نوع من المرونه ان تقدر تتغير مع تغيرات الظروف، يعني مثلا بالفتره الاخيره طبعا احنا يعني دوله قطر الحين صارت دوله يعني من الطراز الاول لاستضافه المحافل الرياضيه والاحداث الرياضيه، ف
الفترة الأخيرة سوينا برامج لإدارة الأحداث الرياضية، فهاي كان برنامج مخصص حق فئة، نبني فئة أو يعني مجموعة من الشباب القطريين وحتى غير القطريين لاستلام يعني ممارسة هالدور الفعال اللي الدولة أصلا تحتاجه يعني. نعم. دكتور، يمكن الفترة الماضية كان جائحة كورونا ماخذة كل الفكر وكل الهموم على العالم كله كامل، كانت لكم بعض الأعمال التطبيقية في هذه الجائحة، كلمنا عنها دكتور. طبعا جائحة كورونا يعني غيرت العالم كله، واحنا يعني جزء من العالم، لكنها يعني انا في وجهة نظري الشخصية صراحة كانت فرصة ان احنا نبتدي يعني نوجه تركيزنا على امور معينة. في بعض المشاريع بديناها واشتغلنا عليها على معالجة و يعني كانت متوجهة على أمور تخص الجائحة، وفي كانت مشاريع أصلا بديناها في السابق وحاولنا نغير توجهها لمعالجة أمور تخص الجائحة. فمثلا كان عندنا مشروع كنا بادينا مع أحد جهات الدولة لمتابعة الأفراد اللي يشتغلون فيها، ويعني كان يقرأ بعض يعني القراءات الحيوية للأفراد اللي كانوا يشتغلون في الجهة، فحولنا هالمشروع من قراءات عامة إلى قراءات تخص الكشف عن يعني مرض كورونا. في مشاريع ثانية بديناها تخص يعني مرض كورونا بشكل خاص، مثلا محاولة كشف أعراض جائحة كورونا عن طريق التنفس أو عن طريق صور الإكس راي مثلا. وحاولنا يعني نركز على أكثر من فئة من فئات المجتمع، حتى الأطفال مع الحجر ومع ظروف يعني ظروف مر عليها العالم بشكل عام تأثرت صحتهم النفسية. ففي كان واحد من المشاريع وفاز بجائزة يعني على مستوى الشرق الأوسط، كان بالضبط يعني يحاول يقيم الحالة النفسية للطلاب خلال هالفترة ونحاول نعالجها يعني. فكانت يعني المشاريع والجهود اللي قامت فيها الجامعة بشكل عام، ويمكن أتكلم عن كليتي بشكل خاص، يا أنها موجهة حق الجائحة يعني بشكل دقيق، أو أن تغيرنا مسارات المشاريع الحالية السابقة يعني على التركيز على الجائحة كورونا. نعم أبو محمد، يعني هل هناك من وجهة نظرك أيضا وأنت في هذه الجامعة مشاريع فعلا يعني تستحق الإشادة، هل رأت النور أم في طريقها لطبعا تطبيقها على أرض الواقع؟ احنا دائما يعني المشاريع اللي نقوم فيها نحاول ان تكون في لها يعني هدف يعني يروح يعني بعد يعني سور الجامعة. يعني احنا يعني اذا سوينا بحث ومثلا كان رسالة الدكتوراه او رسالة ماجستير وبعدين حطيناه على رف، احنا ما استفدنا منه. فدائما نكون نحط في بالنا انه يعني اذا بدينا في بحث انه بكره ممكن يسهم هالبحث في حل مشكله لها دخل في تحدي معين في الجامعه. وهالشيء موجود عندنا في الجامعه، مركز خاص اسمه مركز الابتكار، وهذه يقدم منح تشجع الدكاتره والطلاب على القيام بمشاريع ممكن في المستقبل تتحول الى شركات مبتدئه او يعني تكون متخصصة في شيء معين يعني. وفي أكثر من دكتور عندنا يعني حرفيا حولوا مشاريعهم حق شركات ناشئة، ويعني في الطريق إن شاء الله يساهمون في حل التحديات اللي تواجهت. نعم يعني نقدر نقول إن مشاريعهم أبو محمد مشاريع غير مسبوقة، تدورون المشاريع الغريبة الغير مسبوقة لم تنفذ قبل، وهنا الإبداع، هنا الابتكار. بالضبط، احنا طبعا اهم شيء عندنا ان نسوي بحث يكون له يعني اثر في الواقع، وهذه يعني هذه مو بهدفنا احنا بس، يعني هدف الجامعه بشكل عام، مو بهدف الكليه، بهدف الجامعه بشكل عام انه يكون الابحاث لها يعني اثر في ارض الواقع، مو بس شيء نظري وخلاص يعني تاخذ عليه درجه وانتهى. نعم. دكتور، يمكن انتم عندكم اهتمام كبير في موضوع الذكاء الاصطناعي،
يعني في ابحاث كثيره عندكم انتم سبب وراء هذا الاهتمام في الذكاء الاصطناعي؟ طبعا الذكاء الاجتماعي هاي موضوع كبير نقدر نتكلم عنه لين بكره، بس هو بشكل عام الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا مو يعني بعكس اللي يظنه اغلب الناس، مو تكنولوجيا جديده، هي تكنولوجيا بدت من الخمسينات او الستينات. يعني الاساسيات او الافكار الاساسيه للذكاء الاصطناعي كانت موجوده من ذيك الايام، من نفس الوقت اللي بدا فيه انشاء يعني او اختراع اجهزه الحواسيب. المشكله الاساسيه في البدايه كانت الاجهزه على ذيك الفتره، الحواسيب اللي موجوده على ذيك الفتره مو مهيئه ان تشغل الذكاء الاصطناعي، تشغل التكنولوجيا. فمر على الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا مر على مشوار صعب شوي يعني، ومر على اوقات يمكن نسى فيها، لين تقريبا يا 2010 بدات طفرت الحواسيب، وبدات الحواسيب يعني تطلع بطريقه ممكن تشغل هالتكنولوجيا. فهني رجعت الحياه حق الذكاء الاصطناعي، وصادف تقريبا هالفتره هذه انشاء جامعه حرب بن خليفه. فالذكاء الاصطناعي على ذيك الفتره المؤسسين حق الجامعه انتبهوا حق موضوع ان هالتكنولوجيا بدات تطلع وكانها بتكون مستقبل، وهي الحين هي المستقبل. فصار احنا نتكلم عن كليتي، صار الذكاء الاصطناعي تخصص رئيسي من الجامعه. الكليه بدات بشكل يعني عام بشكل خاص بالذكاء الاصطناعي والامن السيبراني. فالذكاء الاصطناعي من البدايه كان موجود، وبعدين صار الذكاء الاصطناعي داخل في كل شيء، حتى ابحاث الامن السيبراني. يمكن انا اكتشف الامن السيبراني يدخل فيه الذكاء الاصطناعي. فما في احد منا احنا كدكاتره اشتغل على مشروع الا في جزئيه ذكاء اصطناعي، ومنها طبعا بدينا في مشوار الابحاث هذه. واليوم الذكاء الاصطناعي احد المحاور الرئيسيه، مو في حمد بن خليفه، في مؤسسه قطر كلها. نعم دكتور، يعني يمكن احنا كان طموحنا في السابق كان انه يكون عندنا كليه للهندسه والعلوم وكليه للطب، الان اصبحت هذه الكليات متوفره، وايضا بالاضافه الى جامعات عريقه موجوده على ارض قطر. يعني احنا ودنا ايضا بكلمه توجهها لهذه الجامعات، نقول الكاست التدريسي في هذه الجامعات اللي يخدمون هذا الوطن صراحه مثل ما انتم تخدمونه. طبعا احنا ندعو الجميع للتكاتف وال يعني التعاون في الابحاث. يعني هو يعني الشيء اللي التمسته في البيئه الاكاديميه، يعني روح التنافس يعني البناء، يعني كلنا نشتغل في ابحاث، لكن في الاخير الابحاث هذه تصب على هدف واحد يعني. فكل ما زدنا من التعاون مع باقي الجامعات ومع الدكاتره في باقي حتى الكليات، كل ما طلعت افكار وحلول حديثه حق التحديات اللي نواجهها. وحتى ممكن ما يكون يعني التعاون بين كليات الهندسه والعلوم، ممكن يكون تعاون بين كليات يعني ممكن تحس ان ما لهم دخل ببعض، فلما يتعاونون يطلع شيء مميز وشيء جديد. صحيح. دكتور سيف محمد الكواري، استاذ مساعد في كليه العلوم والهندسه بجامعه حمد بن خليفه، شكرا جزيلا لك، نورتنا واعطيتنا كثير من المعلومات صراحه في هذه الليله. يعطيكم العافيه ويسعد اني كنت معكم. شكرا جزيلا. اكيد خليفه، يمكن كثير من الكلام اللي سمعناه من الدكتور هو جزء من اجزاء كثيره موجوده في جامعه حمد بن خليفه، وفي خاصه مؤسسه قطر اللي فعلا قاعد تحتضن كثير من الجامعات العالميه ومن الابحاث ومن المبادرات اللي تحاول تخلينا في مصاف الدول المتطوره. نعم ابو محمد، ايضا يعني الدكتور ذكر الان في حديثه يعني ما صرنا نحتاج ان طلبتنا يخرجون للخارج ويتقربون، وهناك امهات صراحه دائما يحنون لابنائهم لبناتهم. اليوم اصبحت تقريبا الجامعات الكبيرة وكل الجامعات صراحة موجودة في قطر. نقول دائما الله لا يغير علينا، وإلى المزيد إن شاء الله في الأمام وفي المستقبل من هذه الجامعات والكليات. نعم، مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم، لكن نطلع معاكم فاصل وبنرجع لكم.